الدعم السريع العميد جمال جمعة أنه سيتم سحب قوات الدعم السريع تدريجيا من الخرطوم وفقا للحالة الأمنية بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية، مشددا على أن وجود القوات بالخرطوم مرهون بالظروف الأمنية. وأضاف آدم أن قوات الدعم السريع تعمل بتنسيق محكم مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى في تأمين وحفظ الأمن في العاصمة والولايات، مشيرا إلى أنها مسؤولة عن حفظ الأمن وحماية أغلب المؤسسات الحكومية. واتهم المتحدث بعض الجهات بالسعي لخلق فتنة ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وفتنة أخرى بين الدعم السريع والقوات المسلحة. ومن المتوقع أن تستأنف اليوم المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير بحسب قيادي في التحالف، ويذكر أن قوى الحرية والتغيير طلبت من الوساطة الإفريقية تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي في الأيام الماضية ريثما تحسم مواقفها الداخلية حول وثيقة الاتفاق. أكد المبعوث الأمريكي إلى السودان أن لقاءه مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان